أحبتي في المسيح، بشوق لرؤيتكم مجددا وحلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، وحلقة جديدة مليئة بفقرات متنوعة وشيقة. واليوم من ضمن الفقرات حنتكلم عن موضوع: هل إبراهيم كان حيضحي بابنه إسحاق ولا إسماعيل؟ خلكم معنا عشان تعرفون الجواب. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. واليوم خلنا سوا نتناقش مسألة: هل أبونا إبراهيم كان يبي يذبح ولده إسحاق أو إسماعيل؟ يختلف المسلمون عن المسيحيين واليهود بخصوص من كان سيذبح إبراهيم. المسلم إيش يقول؟ المسلم يقول إن إبراهيم كان حيضحي ابن إسماعيل، بينما التوراة والإنجيل تقول إن إبراهيم كان حيضحي بابنه إسحاق. مع إن التأمل في كلمة الرب ودراستها بشكل دقيق ومتأني تدل بالدليل القاطع على إن الرب طلب من إبراهيم أن يضحي بابن الموعد إسحاق اللي جاء حسب فكر وخطة الله، ومش إسماعيل اللي جاء حسب الفكر البشري. إسماعيل يعتبر ابن هاجر الجارية اللي دفعتها سارة لإبراهيم علشان يتزوج بها ويخلف منها ابنا، لأنها لم تكن تحمل لأنها كانت عاقر، ولكن هذا تصرف به قلة إيمان من سارة. ولكن لكي تتم خطة الله في محبته للبشر جميعا، محبة الله اللي تشمل عيال إسماعيل وعيال إسحاق والجميع. خلنا نرجع لموضوعنا الأساسي ونجاوب على السؤال اللي هو محور الحلقة: هل إبراهيم ضحى بإسحاق أو إسماعيل؟ الجواب بكل بساطة، وكل من المسلم واليهودي والمسيحي يتفق عليه، هو أن إبراهيم لم يضحي لا بإسحاق ولا بإسماعيل، ولكنه ضحى بالكبش العظيم. إذن ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس اليوم؟ واضح أن روح الرب يبي يقول لك أن الله منع إبراهيم المؤمن المطيع من ذبح ابنه، وقدم الحمل نفسه ذبيحة بدل خطايا البشر. فلو قلت أن إبراهيم كان حيضحي بإسحاق ابن الحرة، ابن القبيلة والحمولة العريقة، أو قلت أنه إبراهيم كان بيضحي بولده إسماعيل ابن الجارية العبد والخضيري، ترى ولا واحد منهم فعلا مات، لأن المسيح حمل الله فداك ومات بدلك عشان تكون لك حياة بالمسيح يسوع. فيا من اختلفتم في شخصية الذبيح، ولا واحد منكم صحيح، لكن الرب فداكم كلكم بحبيبه يسوع المسيح. والرب يبارك الجميع، آمين.
يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لنفسك اعلن لذاتك، ارشدني أي طريق أي طريق اختار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد يا سيد الكون يا جبار. يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لنفسك اعلن لذاتك، ارشدني أي طريق اختار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار. اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، متى ليل يصير نهار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد يا سيد الكون يا جبار. وسنين وانا دور عليك، الواحد اللي ما لك شريك، بعمالي فكرت انا ارضيك وتوجع عذاب النار، وسنين وانا دور عليك، الواحد اللي ما لك شريك، بعمالي فكرت انا ارضيك وتوجع عذاب النار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد يا سيد الكون يا جبار. اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، متى ليل يصير نهار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد يا سيد الكون يا جبار. طالب إيمان وقلبي يشكر بامتنان، ظهرت لك ابن الإنسان، كلمتي ابني يسوع البار، وقال أنا طالب إيمان وقلبي يشكر بامتنان، ظهرت لك ابن الإنسان، كلمتي ابني يسوع البار. يا سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار. اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، متى ليل يصير نهار، يا سيد الكون يا جبار،
سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لنفسك اعلن لذاتك، ارشدني أي طريق اختار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد يا سيد الكون يا جبار، أتبع يسوع ولا أتبع المدفوع، أتبع يسوع ولا أتبع المدفوع، متى ليلي يصير نهار، يا سيد الكون يا جبار، يا سيد يا سيد الكون يا جبار. في الحلقة السابقة تكلمنا عن نظرة الإسلام لبشارة السيد المسيح، وبينا أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم ويهب لهم حياة أبدية، مش شاهد على نبوة أحد. أما في حلقة اليوم فبنتكلم عن تشبيه ومقارنة السيد المسيح بآدم. فالآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن معجزة خلق السيد المسيح تشبه عند الله تماماً معجزة خلقه لآدم. وطبعاً هذا التشبيه فقير وناقص جداً وغير كامل، وراح أبين لكم ليش. لكن خلوني أول أسأل، هل كانت معجزة السيد المسيح مختصرة أو مقتصرة فقط على ولادته بدون أب؟ هل هذا هو الشيء الوحيد اللي تميز به السيد المسيح عن غيره؟ وإذا كان القرآن تكلم هنا عن التشبيه في طريقة الخلق بين السيد المسيح وآدم، فكيف مع باقي معجزات السيد المسيح مثل حياته وقداسته وقوته وتعاليمه؟ هل كان آدم يشبه للسيد المسيح فيهم؟ طيب، فيه أحد في الكون كله سواء آدم أو غير آدم يشبه المسيح فيهم؟ هل كان فيه أحد يحيي الموتى؟ أو هل كان فيه أحد يشفي المرضى؟ طيب، هل كان فيه أحد يطهر الأبرص أو يتحكم في الطبيعة ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويطرد الجن وتخدم الملائكة غير السيد المسيح؟ الجواب طبعاً لا، لا يوجد ولن يوجد أبداً أحد يشبه السيد المسيح، لا في ولادته ولا حياته ولا قداسته ولا في أي شيء ثاني. لكن الإسلام يركز في كل أموره على ولادته، لأنه يعتقد أنه ممكن يلقى لها مخرج. لكن باقي معجزاته يكتفي بجملة واحدة هي بإذن الله ويسكت، لأن صعب جداً عليه يلقى لها مبرر أو يلقى أحد على الأقل يشبه المسيح فيها. فيقول القرآن قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وشبه المسيح بآدم كدليل إثبات أن السيد المسيح ليس إلا إنسان عادي ولد بدون أب، حاله حال آدم. واختزل كل آيات ومعجزات وحياة السيد المسيح في ولادته بدون أب بس. في تمويه للسامع
إن المسيحيين ألهوا السيد المسيح لأنه فقط مولود بدون أب وما فيه أي سبب ثاني. عشان كذا جاء التشبيه بينه وبين آدم. تشبيه مش القصد منه رفع منزلة آدم، لكن القصد منه التقليل من منزلة السيد المسيح. لكن هل كان السيد المسيح فعلا مثل آدم؟ الحقيقة إننا نظلم أبونا آدم جدا إذا حطيناه في مقارنة مع السيد المسيح، وهذا مش تصغير لقدر أبونا آدم، لكن ما في أحد في الخليقة يستحق أن يقارن بشخص السيد المسيح، لا في حياته ولا في تعاليمه ولا في معجزاته ولا محبته ولا في أي شيء ثاني. فالمسيح عظيم وفريد في كل شيء، وإذا كان يوجد تشابه بينه وبين آدم فهو تشابه في طبيعة السيد المسيح الناسوتية، وهنا المسيح يتشابه فيها في طبيعته مع كل الناس ومش بس مع آدم. الفرق بينه وبين آدم كبير وشاسع جدا، مش في بس في طريقة الخلق، ولكن في الحياة والأهداف والقداسة والطبيعة والقدرات وأشياء كثيرة غيرهم. أما بالنسبة للآية اللي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فنلاحظ فيها إن القرآن تعمد للمرة الأولى عدم ذكر السيد المسيح بلقب المسيح ابن مريم، مثل ما تعود يناديه أو يسميه دائما. فهنا أخفى وجود أم للمسيح، والسبب بكل بساطة عشان يكون استخدام التشبيه بينه وبين آدم المخلوق هم بدون أب ولا أم تشبيه مقبول نوعا ما، وكأنهم الاثنين مثل بعض. وحتى مع ذا المحاولة الذكية ما زال التشبيه بينهم ناقص وغير منطقي إطلاقا. فمعجزة مجيء السيد المسيح لا تقارن بخلق آدم، فهذه ولادة وهذيك خلق، لا كانت معجزة وما كان القصد منها تكون معجزة أصلا. وإذا كانت معجزة فمعجزة حق مين ومين شافها أساسا؟ ما كان فيه أحد موجود عشان يشهد على ذا المعجزة، ما كان فيه حمل أصلا ولا كان فيه ولادة قبل آدم، فكيف يشبه المسيح؟ الله خلق آدم عشان يبدأ نسل يثمر ويتكاثر ويعمر الأرض وتنتشر الخليقة، ويكون هو وزوجته باكورة هذا النسل وبدايته. فما كان قبلهم لا أم ولا أب. وغير كذا الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهل المسيح كان مخلوق من التراب مباشرة مثل آدم، أو مولود ولادة إعجازية من مريم؟ وأعتقد إن كلمة خلقه من تراب تبين بوضوح إن المقصود هنا الخلق مش الولادة. فكلنا نعرف إن المسيح جاب ولادة إعجازية بكل المقاييس، بشروا فيها رجال الله وانتظرها الشعب بفارق الصبر. معجزة حدثت مرة واحدة فقط منذ بدء الخليقة ولن تتكرر حتى انتهاء العالم، مرة واحدة لا غير، استخدام واحد فقط، حدثت بعد أن عمرت الأرض بكل البشر وانتشرت الخليقة في كل المعمورة. فجاءت ولادة السيد المسيح بدون أب لتكسر قانون الكون في أن تلد العذراء طفل بقوة الله وليس من معرفة رجل. وهذه هي المعجزة الحقيقية بكل المقاييس العقلية والمنطقية، وليس خلق آدم. أما الهدف من مجيء السيد المسيح فكان تنفيذ لخطة الله في أن يهب للناس حياة أبدية في المسيح. فهو حمل الله الذي ترفع به خطايا العالم، جاء ليكون لنا نور وحياة ويكون لنا أفضل، جاء لينقذ ما قد هلك. ولذلك قال من الأهمية تكون ولادته علامة وخط
فاصل لازم كلنا نتوقف عنده ونفكر فيه. أما آدم فعمره ما كان شبيه للمسيح، لا في الخلق ولا في القصد ولا في القوة ولا في المجد ولا في القداسة ولا في القدرة ولا حتى في الحياة. فنقاط الاختلاف بينهم كثيرة جدا، نقاط الاختلاف بيننا وبين المسيح كثيرة، بيننا كلنا وبين المسيح كثيرة، وبعيد جدا بعد المشرق عن المغرب. وكلنا محتاجين نعمة ومحبة المسيح، وأولنا آدم. وإن كان آدم أدخل الخطيئة للعالم فإن المسيح رفعها منه. وإذا كنا بعدنا عن الله بسبب خطيئة آدم فالمسيح قربنا ورجعنا إليه. وإذا كان فيه تشابه معنوي بينهم فإن آدم بدأ حياه، أو آدم بدأ الحياة القديمة والمسيح بدأ الحياة الجديدة. وإذا كان آدم وغيره من الأنبياء قد رحلوا فإن المسيح موجود وحي إلى اليوم وإلى الأبد. وعشان كذا قبلناه وقبلنا خلاصه وشكرنا نعمته. وأبشركم باب الخلاص لسه مفتوح والزمن ما تم. فأهلا فيك وسهلا لو حاب تتعرف على السيد المسيح وتقبل منه. عط نفسك فرصة تتعرف عليه وتتعلم منه. ولو عندك أي سؤال أو استفسار فمرحبا فيك وفي أسئلتك. قلوبنا مفتوحة لك، محبة وتقدير واحترام. وأخيرا أشكركم على المتابعة، ولكم مني كل التحية والتقدير، وأشوفكم الأسبوع القادم على خير بأمان الله. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله. إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود، الرب القدير، وأمانتك محيطة فيك. أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها. أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة. أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها. أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة. البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب. باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون. وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل.
مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية، وزي ما عودناكم دائما نختم في فقرة الاختبارات. هذا الاختبار من الأخ ميم من مصر، يقول: كانت زوجتي تعاني من نزف حاد وسقوط شديد في الرحم وضيق في التنفس ومرض بالبطن وصداع بالرأس وأنيميا حادة، وتم عرضها على الكثير من الأطباء في القاهرة وعملوا لها أشعة وتحاليل وكلها بدون فائدة، وتناولت الكثير من الأدوية والمسكنات بدون أي نتيجة، وفي النهاية تم عرضها على الدكتور بالقاهرة الذي قال أنها تحتاج إلى عملية جراحية فورية. رجعنا إلى المنزل واضعين ثقتنا وإيماننا بالرب يسوع المسيح، وذهبت زوجتي لتنام، وبعد استيقاظها قصت علي ما حصل معها وهو كالتالي. قالت: بعدما نمت شفت الرب يسوع المسيح في الغرفة، اقترب مني ومد يده وقال لي: ضعي يدك في يدي. فقلت له: إنني تعبانة وغير قادرة، ولكنه أصر على قوله، وهكذا مديت يدي ولمست جسده، فأحسست برحشة قوية تدخل جسدي، ومن ثم لمس بطني بيده الطاهرة، فأحسست بقوة قد دبت في داخلي وخففت الآلام. وعندما استيقظت من النوم لم أكن أعاني من أي شيء من الأمور المذكورة سابقا، وكل ما كنت أشعر به هو كأنني عملت عملية داخلية. هاللويا في بطني. هذه هي قصة شفاء زوجتي، نعلنها لكي يتمجد اسم الرب يسوع المسيح، لأنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الرب. آمين. الرب يباركك يا أخ ميم، ويبارك في زوجتك وعائلتك وأهلك. صحيح إلهنا إله المعجزات، إله الشفاء، بكلمة منه يشفي. رب صالح، وأنا مبسوط جدا من الرؤية تبعت زوجتك أنه كانت تعبانة ولكن قاومت هذا التعب ومدت يدها وحطتها بيد يسوع المسيح، له كل مجد. هذا حلم جيد ورؤية ممتازة. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه بالمسيح يسوع، آمين. أحبتي المشاهدين، الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولن نلتقي في الأسبوع القادم. أترككم في أمان المسيح. إلى اللقاء.